وفاز ب نعم بالعشوش. لاعبة مهارية. قلت أن نادي كرة القدم أقبل لسيدات انتدب تم لاعبات في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. كرة في العمق، يا سلام، ما زال الخطر في تسديد. الهدف الأول، والهدف الأول لنادي الجيش الملكي المغربي للسيدات، يفتتح باب التهديف بعد مرور حوالي 13 دقيقة لعب. فيه كان في هناك سوء التغطية من جانب نعم سلمى مسعودي التي افتتحت باب التهديف بعد مرور حوالي 23 دقيقة لعب. كما تتابعون سنشاهد الإعادة بالتصوير البطيء. بن عيسى جميلة قائدة فريق نادي كرة القدم أقبو تتأهب وتستعد وتحضر نفسها من أجل تنفيذ هذه الركلة، ركلة الجزاء. هل ستنجح؟ هل ستخفق؟ هل ستنجح في ترجمة الكرة إلى هدف؟ وتألق الحارس رميشي، وتألق الحارس رميشي برجلها تبعد الخطر بالإضافة إلى حمامه. بالنسبة لنادي كرة القدم أقبو، هكذا يسمى هذا الفريق الذي ولد عملاقا وفاز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي، كأس الرابطة، كأس الجزائر، بالإضافة إلى كأس البطولة. هجمة خاطفة من جانب نادي الجيش الملكي المغربي، توزيع من هناك، والدفاع ما زال الخطير. الهدف الثاني، والهدف الثاني للجيش الملكي المغربي بهذه الكيفية وفي هذه اللقطة وفي هذه الهجمة الصريحة. الجيش المغربي يضيف هدف ثاني، دخل المباراة بدون مقدمات يضيف الهدف الثاني. صافيانا غوميز بطبيعة الحال. الجيش الملكي المغربي خلال النسخ الثلاث الأولى من ضمان مكانة في على منصة التتويج، حيث تحصل على المركز الثالث في دورتي 2021-2023. كرة في العمق لصالح الجيش المغربي، الهدف الثالث، والهدف الثالث، والحارسة تكنينت لم تحرك ساكنة في وقت كنت أشيد بمسيرة الجيش الملكي المغربي. ها هو أو سيدات الجيش الملكي المغربي تضفنا هدفا ثالثا، وصراحة تقضي على أحلام نادي كرة القدم أقبو في العودة في النتيجة في وقت هناك ثلاث لاعبات من جانب الجيش الملكي المغربي تقومنا بعملية الإحماء. نشاهد الإعادة مجددا في لقطة الهدف الثالث بالتصوير البطيء. مشاهدينا الكرام، أمام فرحة لاعبات كرة القدم نادي الجيش الملكي، أمام دفاع شبه غائب تماما، حتى تم مخادعة حارسة كرة القدم أقبو. قطع تأشيرة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات. الكرة تمر، انفرد بالحارس. الهدف الرابع، والهدف الرابع لصالح الجيش الملكي المغربي للسيدات قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة. مشاهدينا الكرام، نتعرف على هوية مسجلة الهدف الأخير، أربعة أهداف دون رد. مشاهدينا الكرام، من سجل الهدف؟ إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم بداية نقول مبروك وتلنيون مبروك لفريق الجيش الملكي المغربي النسوي على تحقيقه نتيجة ساحقة وعلى فوزه على فريق جزائري في عقر ديار حضيرة الجزائر. نعم هي مباراة في كرة القدم، لكن كما العادة كما شاهدتم بداية بعد في بداية الفيديو، حضيرة الجزائر ما بغاوش على أنهم يرفعوا العلم ديال المغرب، مع الرغم ومع العلم أنها من القوانين ديال الكاف المنظمة لهذا الحدث. وبالمناسبة كانت هذه مباراة ديال تصفيات كأس إفريقيا للسيدات ديال الأندية والفرق بطبيعة الحال، وانتصر في هذه المباراة فريق الجيش الملكي النسوي بنتيجة رباعية، أربعة أهداف مقابل لا شيء، نتيجة ساحقة متابعينا الكرام تبرز مجددا مدى تفوق كرة القدم المغربية النسوية على نظيرتها الجزائرية. صراحة أنا شاهدت هذه المباراة
المستوى الهزيل ديال الفرق والأندية الجزائرية النسوية صراحة مثير للسخرية، تجعلنا نتذكر المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي النسوي ضد المنتخب الجزائري النسوي والتي انتهت عفوا بأربعة أهداف في مباراة الإياب في مباراة الذهاب عفوا، ثم أربعة أهداف في مباراة الإياب لصالح المنتخب الوطني المغربي، مجموعه ثمانية أهداف مقابل لا شيء لمنتخب حضيرة الجزائر. نفس المسألة وقعت هنا متابعينا الكرام، على الرغم مجددا من الاستفزازات التي هي دائما حاضرة من لدى نظام حضيرة الجزائر ومن لدى البصبعيين، بعض البصبعيين اللي كانوا حاضرين في الملعب واللي كانوا كيستفزوا اللاعبات ديال الجيش الملكي المغربي، لكن على الرغم من كل ذلك نتيجة ساحقة. على الرغم من كل هذه الأفعال الحقيرة اللي اعتدنا عليها من نظام حضارة الجزائر ومن البصبعيين والجزائريين المستحمرين، دائما يتم سحقكم في عقر دياركم، وهذه نتيجة أو ثمرة من يشتغل من يدرب ويؤطر ويشتغل في الميدان ما بين لحاض الكولسة والقجاع والأيادي الخارجية والمؤامرة وما إلى ذلك من هذه الشعارات الفارغة التي سئمنا منها صراحة، ونفس الأسطوانة تتكرر كما في كل مرة. فمجددا مبروك للجيش الملكي النسوي هذه المباراة، وإن شاء الله التأهل للنهائيات ديال كأس أمم أو كأس الكونفدرالية الإفريقية للأندية للسيدات، واللي بطبيعة الحال المنتخبات ولا الأندية ديال السيدات في المغرب تشهد طفرة نوعية، ونتمنى لهم المزيد من التوفيق سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. فبطبيعة الحال تلك الاستفزازات اللي حاولوا يديروها كما في كل مرة في نهاية المطاف هي تنقلب عليهم، محاولة عدم رفع العلم المغربي بالرغم من أنها من دفتر التحملات ديال الكاف هي تبرز مجددا العقدة دائما الحاضرة ديال نظام حضارة الجزائر من كل شيء متعلق بالمغرب. ونقول لكم على الرغم من أنكم ما رفعتوش العلم، لكن احنا رفعنا لكم الضغط وبهدلناكم في عقر دياركم مع هذه المشاهد بطبيعة الحال اللي شفتوها واللي كتبين هشاشة حضارة الجزائر حتى على مستوى الملاعب، على مستوى التغطية، على مستوى الأرضية، على مستوى التنظيم، على مستوى يعني جودة التعليق، يعني كتفرج في شيء وكأنك تقول على أنهم ما زال عايشين في الستينات ولا في السبعينات، يعني تجيب تلفازة في الستينات ولا في السبعينات ولا في الثمانينات تلقاها متطورة على هذه المشاهد اللي شفنا الآن أمامنا على الشاشة، وعلى هذا التنظيم السيء، وعلى هذه الأرضية الهشة، وعلى هذه الأمور اللي هي معروفة ومعهودة على حضيرة الجزائر كما في كل مرة. فمبروك عليكم 4-0، غادي نبقاو ديما نعطيكم 4-0 باش تبقاو تنسحبوا وتاخذوا غير 3-0 ماشي 4-0. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، راكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل، ومجددا مبروك للجيش الملكي المغربي النسوي، وراكم في فيديو قادم ولا غالب إلا الله.